يعني انا بالوقت اللي اتحدث لك انه احنا نعطي 7 × 4 مواد 11 في كل المواطنين المشمولين بالبطاقه التموينيه اللي عددهم 41 مليون مواطن و300 الف، والوقت اللي اتحدث لك انه 5 ملايين و600 يستلمون عوائد الرعايه الاجتماعيه اللي هي هم 5 مواد اضافه الى 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 7 مواد الاخرى اللي تجهز الوزاره، بعضها تعطى الى عوائد الرعايه الاجتماعيه ضعف، يعني الزيت ضعف، معجون الطماطم ضعف، وإضافة إلى كميات أخرى. أنا أستطيع القول أخ علي أنه الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة ووزارة التجارة على وجه التحديد كانت مهمة جدا للسيطرة على أسواق أسعار السوق المحلية، وبالتالي إحنا شكلنا خط موازي آخر للسوق المحلية، وبعضهم اتهمنا أنه إحنا ناخذ دور القطاع الخاص العراقي، لكن عندما وجدنا اليوم السوق العراقية بحاجة لاستقرار، بحاجه لضخ كميات كبيره من المواد الغذائيه، بدينا نضخ كميات كبيره من المواد الغذائيه على مستوى السله وعلى مستوى الرعايه وعلى مستوى السله الرمضانيه. انا فرقنا الرقابيه على مستوى بغداد المحافظات اشرت سعر كيس الطحين من 45 الف دينار الان 25 26 الف دينار، انخفض بشكل كبير جدا. فضلا على المواد اللي يحتاجها المواطن مثل البقوليات، يعني خاصه ماده العدس، الفاصوليا، ارتفعت بشكل بسيط، الان تعاود للاستقرار من بدينا نجهز بكميات اكبر على المستوى. زين، شكرا.